رح نروح لمحطتنا التالية، التفوق، التميز، الريادة العلمية، بقية الهدف وبوصلة العمل بالمؤسسات التعليمية خلال سنوات الحرب على بلدنا. راية سوريا بقيت مرفوعة بالعديد من المحافل العلمية والعالمية بجهود كبيرة ومسؤولية عالية. استطاع المعلم بدوره وتدريبه وأشرافه أن يكون من صناع التفوق العلمي. كيف استطاع أن يتخطى الصعوبات ليبقى التميز عنوان طلابنا؟ هذا الشيء رح نسلط الضوء عليه ونعرفه أكثر مع ضيوفنا لليوم، الأستاذ عصام علي، مدرس في مدرسة الباسل للمتفوقين وحائز على المركز الأول في الرياضيات في أولمبياد العلمي، والطالب محمد عمر الذي حقق ذهبية في مادة الكيمياء بالأولمبياد العلمي، والطالبة مريم رحمون اللي حصلت على الفضية في الرياضيات. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. كل عام وانت بخير أستاذ، وأهلا وسهلا بطلابنا المتميزين. صباح الخير عن جديد، كل عام وانت بخير استاذ، ينعاد عليك وعلى كل المدرسين. بدايه اشكر الفضائيه الاخباريه على هذه الاستضافه، واقول كل عام وانت بخير جميع المدرسين. وطبعا ليس المدرس فقط هو من يعايد في هذا اليوم، ولكن كل شخص يقدم اي معلومه، وخاصه الاهل، الاب والام، فهما يسعون بشكل كبير لنجاح اولادهم. نعم، يعني اليوم كنا عم نحكي وبالفقرة الماضية عن جهود وزارة التربية وجهود المدرسين باستكمال العملية التدريسية. سنوات طويلة استاذ من الحرب والإرهاب على سوريا، كيف قدرتوا تكونوا على قدر المسؤولية وتواكبوا يمكن جميع الطلاب، يعني تكونوا إيد بإيد معهم لاستكمال هي العملية؟ بالعكس كمان كان في تفوق، يعني تفوق رائع من قبل التلاميذ رغم هي الحرب. طبعا هون في شغله كثير مهمه، هي دور الاهل. يعني وقت عم نشوفوا الاهل شيء مميز عند الطفل وعم ينموه من خلال الدورات او من خلال تعزيز هالشيء عند هذا الطفل، ومن ثم بمراحل ثانيه عم يكون في تدريب له، هذا الشيء الاساسي. يعني عم نقول نحن في دور متكامل بين اهل وفي بين استاذ وبين مدرسه وبين وزاره. حتى الدعم النفسي قد ايه كان موجود؟ طبعا اكيد اي شخص ما بتقولي له انه انت ناجح بعملك بتراجع لورا، وما كثير بيكون امن بقدراته، ممكن يكون مفتكر انه في كثير اشخاص مثله عم يكونوا مميزين. وخاصه مثلا بالاولمبياد في شغله انه ممكن نحن نجيب 20 سؤال للطالب، وال20 سؤال هدول صعبين، فالطالب ما يجاوب غير على 5 اسئله يفتكر حاله انه سيء، يطلع ينسحب يتفاجأ الاول. يعني انه انا جاوبت على 5 اسئله من اصل 20، بفكر حاله بالحالي انه ما كثير انه دارس، ولكن عمليا ما حدا مجاوب على 5 اسئله غير هذا الطالب. فلهيك دوما لازم يكون في دور للمدرس للمدرسه وللمحيط باي طالب، انه لازم نحن نوصل للنهايه، ما نيأس ونشتغل على حالنا، نجيب مراجع وندرس ويكون في توجيه ومساعد من خلال الدراسه. نعم، يعني اليوم عندنا هيك حاله متميزه واللي هي طلاب متفوقين عندهم تجربه، خلينا نقول تجربه بالعلم والتفوق، واكيد المعلم كان هو جزء مهم فيها. رح بلش معك مريم، خلينا نحكي شوي عن تجربه التميز وقديش كان المعلم هو حجر الاساس لحتى وصلنا للفضيه او الذهبيه او جوائز كثير رفعنا فيها علم سوريا. الحقيقه انا بالتحضير لحتى وصلت للفضيه اللي وصلت لها اخر شيء، بدانا الصيف مع دعم وتوجيه من الاستاذ عصام، بدانا تحضير الاولمبياد ومع الفريق العلمي التطوعي، فريق العلمي السوري. تدربنا بالصيف وحضرنا، كنا عم نحضر للاولمبياد. اثناء الدوام بعدين المدرسه، لما بلشت المدرسه اضطرينا نوقف شوي هذا الشيء، بس تابعنا كمان مع طلاب سابقين اولمبياد كمان من تدريب الاستاذ عصام بالمدرسه عنا وبمبادره منهم. استمرنا هيك بالفتره لحتى قبل المركزي، الفحص المركزي بالرياضيات. تابعنا تحضير ودراسه، كمان الاستاذ عصام بالفتره قبل المركزي وجهنا وعملنا جلسات تدريب. كان الحقيقه صعب الامر يعني، وكنا طلب مننا جهد كثير ومنه كمان الاستاذ عصام من وقته. بالنهايه اخر شيء قدرنا نوصل للي حققناه.
مثل ما قال الاستاذ عصام، شعور انه نحن بنطلع وفعلا فاكرين حالنا انه نحن عاملين مو منيح، ونتفاجئ انه نحن بعدين عاملين منيح، كان كثير حاضر هذا الشيء، لانه نحن رحنا على الفحص متوقعين حالنا انه نحن يعني كثير عادي او اقل من عادي حتى، ويعني كثير بعدين اختلفت النتيجه. الله عليها مريم كانت كثير فظيعه بالتحضير، كانت سابقه الاستاذ وسابقه الطلاب من خلال ايجاد كتب ودراستها. هلا كنت عامل لها قبل الهواء انه اعطيتها كتابين، وكل كتاب حوالي 300 صفحه خلال شهر بالاجنبي كانت محضرتهم، مع انه هدول مسائل صعبه مو اي شخص قادر يدرسهم، كان دارستهم ويعني واشتغلي اكثر من الواجب عليها ما شاء الله. اكيد قد ايه بيحس الاستاذ اليوم بقيمه عمله لما بيشوف النتائج، ان كان مع مريم او حتى مع محمد اليوم، النتائج الجباره خلينا نقول والانجازات الكبيره، ودائما اسم سوريا عم يتصدر دائما سواء على المستوى العربي او حتى العالمي، قد ايه هذا الشيء مهم اليوم لكم كمدرسين وكمدرسه؟ طبعا اي شخص بيحاول يتعب بيتمنى يلاقي نتيجة تعبه، وأكيد يعني سوريا مليئة بالطاقات وفي أشخاص كتير هنن قد المسؤولية، ونحن بالصيف عملنا الفريق التطوعي لأن مآمنين أنه في قدرات كتير كويسة بس بحاجة دعم نفسي علمي طريقة دراسة. في كتير أشخاص أذكياء بس ممكن ما يكونوا مقتنعين بحالهم، مرينا بكثير حالات هيك، نشوف طالب انه انت ترشح للاولمبياد، يقول لي لا ما بدي، ليش ما بدك؟ لانه الفكره يمكن عن الاولمبياد صعبه، انا بدي اجيب علامه، إيه انت كثير فظيع وهيك، يعني اذا ما حدا دعمه بتحس انه بفكر في كثير طلاب احسن منه وما ما يبي يوصل لنتيجه معينه. هذا الدور اللي عم نحكي عنه دائما وبنقول انه الاستاذ هو حجر الاساس، ان كان بالتميز ان كان بالتعليم او حتى بخط حياه الطالب كلياته ليوصل للمرحله الجامعيه. هون بدي بس نشارك محمد تجربته. محمد انت بمادة الكيمياء بالأولمبياد العلمي، نحكي عن تجربتك وعن دور المدرب. هلا اكيد المدرب هو الدور الاساسي بكل شيء من ناحيه الدعم النفسي ولا حتى التدريب، لانه مثل بتعرفي الكيمياء كثير صعبه وبحر كبير، يعني المدرب كان اول شيء انه يوجهنا مشان نعرف من وين نبلش وكيف نبلش، وطبعا اي سؤال كان يصعب علينا كان هو يسهله علينا، ودائما يعني كثير كان في عندنا مدربين كانوا يخسروا من وقتهم مع انه هن كمان عندهم كثير التزامات، وفي بعضهم طلاب اكثرهم كانوا طلاب وجامعه ويعني كل شيء، خسروا وقتهم مشان يساعدونا، وطبعا الشيء ما راح على الفاضي، يعني تعبهم اجى بمكانه. نعم استاذ، في شيء يمكن نقطة كثير مهمة انه يمكن التلاميذ او الطلاب مانن على مستوى واحد من التحصيل او حتى من الانجازات، اليوم كيف عم بيتم التعامل مع الطلاب سواء المتميزين او حتى الطلاب يمكن يلي مثل ما قلت لسه يمكن ما تجرأوا وجربوا هي الخطوة؟ هلا انا حابب بس اوضح فكرة كثير مهمة، انا فيني اشبه مخ الطالب مثل الموبايل، الموبايل في ساعة تخزين وفي معالج بيتطلب منا اداء، وفي شيء ثالث هو استدعاء المعلومه، انه انا اختار المعلومه الصح للسؤال الصح. فهالثلاث اشياء هدول هن بيميزوا الموبايل وبيميزوا الانسان. الشيء الاول الذاكره، كلنا موجوده عندنا ذاكره بس ممكن يكون في تفاوت بسيط، يعني ما اصح انه بتلاقي احيانا شخص عنده ذاكره اكثر من واحد بشكل كبير، بس هذا الشيء نحن مو مطلوب منا غير الحد الادنى من الذاكره. الشيء الثاني مثل ما قلنا المعالج او الاداء، الانسان معظمنا بيتصف بنفس المعلومه او بنفس الاداء، ولكن الشيء المختلف وهذا ما بنلاقيه عند الموبايل كمان هو استدعاء المعلومه، اختيار المعلومه، هي الشيء بيتميز فيه الانسان بنعتبره الذكاء. هذا الذكاء بتوصل له الانسان من خلال التكرار في التامل، يعني انا وقت بشوف مساله وببقى فيها خمس ساعات عم فكر شو عم اشتغل، انا عم حاول اختار معلومه من راسي شوف اذا بيمشي حالها لهذا السؤال، لا كبه بجيب واحده ثانيه ثالثه الى اخره، فانا عم اختار المعلومه الصح للسؤال الصح. يعني هذا الشيء بده وقت،
أول مرة هيك حدا يشرح كيفية التدريس بطريقة رياضية، بما أنه حضرتك أستاذ الرياضيات بسطتها كتير. هذا التبسيط اليوم نحن بحاجة كتير كمان لكم في كدور توعوي اليوم الكادر التعليمي بالتصدي لفيروس كورونا. ما بيكفي أنه وقفت المدارس وأعطت عطلة للطلاب ليعدوا ببيوتهم، في دور توعوي كبير على المعلم اللي هو القائد، خليني نقول للطلاب خلال هاي الفترة. كيف عم تتعاملوا مع هذا الوضع؟ وأكيد لك كتير طلاب أكيد عم تقدر توجه لهم رسائل توعوية، خلينا نحكي عن هالجانب لو سمحت. طبعا بكل مرحلة في إلى أدواتها اللي بنستعمل فيها من خلالها. أول شيء نحن لا، إذا ما استعملنا التكنولوجيا بنكون لساتنا ب 100 سنة ماضية. أكيد أنا عم أتواصل مع كل طلابي اللي أنا عم درسهم عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، والأهم عن طريق الدروس اللي أنا عامل مجموعات عم أتواصل معهم من خلالها ويسألوني الأسئلة وجاوبهم صوتيا أو كتابيا. والشيء الثاني عن طريق اليوتيوب، أنا ممكن أشرح الدرس ومن خلال قراءة حضوراً للدرس ممكن يتوجه لهم أسئلة، مثل ما قلت لك أنا برجع بيسألوني على الماسنجر أو عن طريق كثير حلو. هلا السؤال موجه لمريم ومحمد بنفس الوقت. اليوم هي هذا الوقت او تعليق فتره الدراسه وحضرتكم يمكن قاعدين بالبيت، خلونا نحكي اكثر كيف تعاملتوا مع الوضع سواء من الاجراءات الاحترازيه اللي اخذتوها، قد ايه بتنصحوا كمان باقي الطلاب انه نحن نضل بالبيت نكمل العمليه التعليميه نحمي حالنا ونحمي رفقاتنا ونحمي حتى اساتذتنا من انتقال هذا الفيروس؟ تفضلي مريم. هلا اكيد الالتزام بالتوجيهات اللي عم نسمعها من وزاره الصحه وهيك، لا نتعامل مع هي الاطلعه على انه نحن اجازه ولازم نطلع من البيت ومشاوير وكذا وهيك، انه يلا خلصت المدرسه. هلا هي عطلت اسبوعين او اكثر، فينا نستثمرها كثير بمجال الدراسه خاصه طلاب الاولمبياد. صدفت هي العطله بعد فحوصات الانتقاء مباشره، ففينا نستثمر هذا الشيء انه نعوض النقص اللي كان عندنا بالفحوصات اللي كثير كبير كان. كمان بدراسة المدرسة نلحق اللي شو كان رايح علينا. التوجيهات هي بسيطة بس بيبقى الالتزام فيها، يعني التوجيهات الكل بيعرفها، مش كأنه نحن ما بنلتزم فيها. بس هيك يعني. محمد كمان أعطينا رأيك. دروس عبر اليوتيوب او حتى التربويه السوريه كثير بتفيد، والواحد يعني اذا بده يدرس حتى لو ما في مدرسه اكيد لحاله حيقدر يدرس، بس يستفيد من توجيهات المعلمين عبر الانترنت. وكمان اكيد الوزاره ما اعطتنا العطله، ما اعطتنا هي وقفوا المدارس مشان عطله، اكيد اعطونا اياها مشان نستثمرها بالدراسه، في كثير ناس اخذوها على اساس عطله، والشيء اكيد ما نصح. وتبلش المشاوير وتبلش الطلعات والفوتات والموضوع ابدا ما هو هيك. بنبقى بنقول استاذ دائما انه خلينا بالبيت، بنتبع كل الاجراءات وبنحمي حالنا بنحمي بيوتنا بنحمي وطننا، وكمان بنكمل العمليه التربويه وبنكمل دراستنا عبر المنصات او حتى الانترنت. كلمه ختاميه استاذ بخصوص هذا الموضوع. انا بتمنى بس انه يكون في استغلال لفرصه الوجود بالبيت لننمي الذكاء عنا. فيقال انه بمرحله الجديده حوالي الخمسين سنه الاخيره انه وسائل التواصل الاجتماعي لغت عنا التامل او التفكير المنطقي، فمن خلال وجودنا بالبيت انه نختار مسائل حتى لو كنا حالينا قبل او غير محلوله ونفكر فيها لمده ساعات، هذا الشيء بيعزز عنا التفكير المنطقي اللي بيخليني انا بعد 20 سنه بس وصل لمرحله الحياه اني اتخذ القرار السليم بالمكان السليم. اكيد يعني بنتمنى السلامه للكل، وبنرجع نعايد عليك استاذ ونقول لك كل سنه وانت سالم، بنعاد عليك وعلى كل معلمينا. شكرا لكم وعلى هذا الوعي، بنتمنى دائما تضلوا عم ترفعوا علمنا ورايه علمنا بالعلم بكل المحافل الدوليه. شكرا لكم. اكيد بنكرر شكرنا لكم، والشكر كمان لكثير كبير لاهليكم يلي عندهم هذا المستوى من الوعي والدعم، وبدنا نقول لهم الله يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم.